والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي بكم في هذه الليلة الثانية من موسم أمير النحل في ذكرى عطرة، في ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى مميزة، وهي ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي الذكرى التي يحييها جميع المسلمين في العالم وبالأخص شيعة علي بن أبي طالب. فهنيئاً لنا بولاية علي بن أبي طالب، وهنيئاً لكم أنتم أيضاً، فهي أكبر ولاية حزناها، وهي أكبر نعمة أعطانا الله إياها. خير ما نبدأ به هذه الليلة العطرة المباركة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ القارئ السيد هادي السيد عباس، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليك من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور
الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم جزيل الشكر للأخ القارئ السيد هادي على تلاوته العطرة ونسأل الله له دوام الموفقية مرة أخرى إخواني وأخواتي نهنئكم بقرب ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ونلتقي في هذه الليلة الليلة الثانية من موسم أمير النحل في هذه الليلة لدينا مهرجان أنشودي تتنافس أو
تتنافس في مدح علي بن أبي طالب عدة فرق من مناطق مختلفة، ولكن هل لنا بوقفة قصيرة لنعرف ماذا يعني اسم هذا الموسم؟ ماذا يعني لقب علي بن أبي طالب بأمير النحل؟ رويت في هذه التسمية عدة أوجه نشير إلى بعض منها. الوجه الأول أو الرواية الأولى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في قوله عز وجل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إلى آخره، أنه في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي أميرها فسمي أمير النحل. رواية أخرى يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه عسكرا إلى قلعة بني تغل فحاربهم أهل القلعة حتى نفذ أسلحتهم، فأرسلوا إليهم كوار النحل، فعجز عسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فجاء علي فذلت النحل له، فلذلك سمي أمير النحل. وفي رواية أخرى أيضا أنه وجد في غار النحل فلم يطيقوا له، فقصده علي عليه السلام وشار منه عسلا كثيرا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير النحل واليعسوب. طبعا الشعراء والمنشدين تغنوا في مدح علي بن أبي طالب وهاموا به وأنشدوه شعرا وأناشيد مختلفة. في هذه الليلة العطرة سوف نبقى مع عدة فرق كما أسلفنا تنشد حبا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تبحر في بحر الشعر مع الكلمة مع اللحن الجميل. وأول فرقة تطل علينا فرقة أتتنا من العاصمة، فرقة جاءت إلينا من عاصمة البحرين، من وين؟ من المنامة، من عاصمة البحرين المنامة، مع فرقة منتظرون مع اللحن والكلمة الهادفة. فليتفضلوا على الرحب والسعة مسبوقين بالصلاة على محمد وآل محمد التي تلهج بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ولاية علي بن أبي طالب في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله. إن ذكر علي بن أبي طالب فلا نذكر مولده فقط، وإنما نذكر سيرته العطرة، ونذكر كل محطة من محطات حياته. نذكر ولادته في جوف الكعبة، نذكر وقفته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر بيعة الغدير، نذكر مواقفه في المعارك والحروب. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من لبى دعوته واعتنق دينه. هو أفضل هذه الأمة مناقب، وأجمعها سوابق، وأعلمها بالكتاب والسنة، وأكثرها إخلاصاً لله تعالى وعبادة له وجهاداً في سبيل دينه. فلولا سيف علي بن أبي طالب لما قام الدين، ولن هدت صولة الكافرين. نعم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلاً بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب، ولم يسجل لأحد من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سجل لعلي بن أبي طالب.
وكيف تحصى مناقب رجل كانت ضربته لعمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين؟ وكيف تعد فضل رجل أسر أولياءه مناقبه خوفا وكتمها أعداؤه حقدا ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين؟ وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار. ذلك هو علي بن أبي طالب، وهذه بعض أفضال. بدأنا من العاصمة المنامة وأتحفونا بالكلمة وبالصوت، ونرجو أن يشاركونا مرات ومرات، ونطير بعيدا، نحتاج إلى طائرة لأننا سنذهب إلى قرية بعيدة عنا في المكان، قريبة منا في القلب، بلدة وقرية في المنطقة الغربية. في المنطقة الغربية، عرفتنا أي منطقة المقصودة؟ كرزكان. ننطلق ونطير معكم إلى قرية كرزكان، قرية الكرامة والصمود، مع فرقة أصداء الغدير من قرية كرزكان، وهي الفرقة الثانية في هذه الليلة في هذا المهرجان الأنشودي. فلنستمع إليهم سويا معكم وهم يتغنون في حب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فلنستقبلهم بصوت عال بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فرقة أصداء الغدير تبارك لكم ذكرى ولادة الأمير عليه السلام. ومن عمل شعراء ألهمهم محمد في ذكرى ولادة منقذ البشرية في العام الفائت إلى عمل شعراء ألهمهم علي في ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام. العمل من ألحان فرقة أصداء الغدير ومن كلمات مجموعة من كبار الشعراء. صلوا على محمد وآل محمد. يا قالع الباب التي عنها الزهاد عجزت كف أربعون وأربعون. يا قالع الباب التي عنها الزهاد عجزت كف أربعون وأربعون. رفعت سيفا والشعار
إلا ذو الفقار، رفعت سيفا والشعار، لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار. علو من رفعت علوك، صرت للأفلاك محور، انت للأمة فتاها، لا فتى غيرك يا حيدر، لا فتى غيرك يا حيدر. تلقت وياك الشجاعة، وانت قالع باب خيبر، يا وصف فكري وصفك بالوصف هيهات أقدر، بالوصف هيهات أقدر. أهواك حتى في حشاشة مهجتي، نار تشب على هواك وتلدع، يقال على الباب التي عنها الزهاد، عجزت أكف أربعون وأربعون، رفعت سيفا والشعار، لا سيف إلا ذو الفقار، رفعت سيفا والشعار، لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار. يا علي بك استقرت جوهرة كنز الكرامة، يا أصول الخمسة منك يستمر أصل الإمامة، يستمر أصل الإمامة. جبهة المؤمن محبتك أصبحت أوضح علامة، كل عمل بالدنيا نعمل نعرضا يوم القيامة، نعرضا يوم القيامة. وإليه في يوم المعاد حسابنا، أنت الملاذ لنا غدا والمفزع، يقال على الباب التي عنها الزهاد، عجزت أكف أربعون وأربعون، رفعت سيفا والشعار، لا سيف إلا ذو الفقار، رفعت سيفا والشعار، لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلهوة ليث أنجبت سبوعا، وأنت والحق يا أقطى الأنام به، غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت صنون نبي غير شرعته، للأنبياء إله العرش ما شرع، وأنت
أنت غوث وغيث في ردى وندى لخائف ولراج لا ذوى تجعى. وأنت ركن تجير المستجير بي، وأنت حصن لمن من دهره فزعى. وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. أنت العلي الذي فوق العلا رفع لبطن مكة وسط البيت إذ وضع. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبوعا. وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع. وأنت أنت الذي آثاره ارتفعت على الآثير وعنه قدره اتضع. وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا. حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كتف الأفلاك لن خلعا. عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجا. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلقوة ليث أنجبت سبوعا. الله 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 يا مولا. بعث الإله هو إلى الأناه بمحمدا وأتمها بخلافة المولى علي يا مولا. وتنزل القرآن عند محمد وكمال تاويل الكتاب غدا علي يا مولا. وإلى معارج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها علي. ويهاجر البلد الحرام محمد ويبيت مفتديا بمرقده علي. الله 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 يا مولا يا مولا الله يا مولا. ويقيم صرحا للجهاد محمد، من ذا الذي صرع العتاة سوى علي يا مولاي. في
خندقه الأحزاب صاح محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي علي يا مولاي ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى علي والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى علي الله 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 والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على علي والجنة والنار كل لمحمد وقتيمهما يوم الحساب غدا علي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزيل الشكر لفرقتنا الثانية من كرزكان، ونسأل الله لهم الموفقية، ولا نعرف ماذا نقول لهم أيضا بعد أن قلنا في الفرقة الأولى من المنامة. جزيل الشكر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله، وأن يثبتنا على ولاية أهل بيته، وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة. طبعا اختصارا للوقت ما راح نطول فقرات، بس معروف أن بعض الناس يلومونا في حب علي، دائما يقول ان انتم تعبدون علي، واحنا نكرم هذا الشيء. طبعا علي له مكانه خاصه لدينا، ولكن احنا نعرف مكانته وغيرنا ما يعرف مكانته. ففي واحد سالوه يقول كل يوم مصيحا يا علي، ياي كل يوم مصيحا يا علي، كل ساعه صيحا يا علي، كل لحظة صيحا يا علي. قالوا لي يا شيء افتهم، يا الله أحسن لو علي. يقول انت عندك الله أحسن لو علي؟ قلت لهم أدري الله أحسن من علي، بس الله ما ينزل إلي، ترفعني لله شف علي. هاي معنات الشفاعة، أن إحنا نتوسل بأهل البيت وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن للأسف الجهال ما يعرفون هذا الشيء. لو تقعد إياه مني للصبح، وعشان ننشطكم كم من بيت تردون إياه بكلمة علي. مستعدين؟ لأن عندنا بعدين رحلة بعيدة شوي صوب المطار، هي عن بيعة علي، ولكن ذكر علي في كل وقت عبادة. أي يوم فيه أملاك السماء هتفت باسمي، بس هذا جوابكم؟ والله فيها علي. أي يوم فيه أملاك السماء هتفت باسمي، وغدا المختار في الناس خطيبا رافعا كفه، قائلا من كنت مولاه فمن بعدي من يبايع بايع الله، فقولوا حبنا ذكره، مشرب المؤمن دوما صاحب الحق. نحن من المنامة وصلنا كرزكان، نروح جهة المطار. وين؟ عندنا الدير وعندنا سماهيج، فبتختارون من؟ من اختار قرية الدير وإلى فرقة الإخوة الموجودين عند الباب عند البوابة. تفضلوا في الأمام، في مقاعد في كراسي خالية، حياكم تفضلوا، حياكم تفضلوا. الموجودين عند البوابة في كراسي فاضية في الأمام. إلى فرقة البيان
من قرية الدير نستقبلها معكم كما استقبلنا من قبلهم الفرقتين، نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا النبض في قلب رده عاشق خداني تورد، عاشق خداني تورد، نبضاتي نبضاتي ما سجدت، وصلت إلا على الهادي محمد. وبمولد الكرار جينا، والفرحة ما تتحدد بحد، زقرتنا وتبخرنا وبصوت صلينا على الهادي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على منقذنا من الجهالة وهادينا من الضلالة محمد الأمين، وعلى آله وصحبه المنتجبين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى ميلادي يعسوب الدين وولي المتقين، فاروق هذه الأمة حبيب رسول الله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. يسر فرقة البيان الإنشادية مشاركتكم أفراحكم الولائية بقصيدة متواضعة، راجين من الله ثم منكم القبول. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
قم وابتهج ولد الذي بالنور قد خلقا وانظر جدار الكعبة كيف له انفتقا ولد الذي بقدومه ثغر السماء ضحكا ذاك المسمى حيدرا ملك الهوى ملكا الشمس والقمر من نوره انسحروا خير الورى ولدا قلبي له سعدا أحلى من العسل ذكرى قدوم علي والكل مسرور بالحب مغمور قرآننا وطريقنا نحو السماء هو الأمل حيدر نبراسنا وضياؤنا منهجنا خير العمل حيدر ركن الهدى حامي الحمى كهف اليتامى إنه حيدر يكفيه فخرا إنه رب العلا هو كنه حيدر يا فرحة الكون جاء أبو الحسن حبه البشر لسنا لمدحك سيدي أهلا ولن نقدر بالمدح نوفي وصفك مولاي يا حيدر لكننا حيدر الوالي أغلى من الغالي مولاي يا شهدي خذ من يدي عهدي خذ بيعتي خذها بالروح أفديها من غيره في دربه حيدر من غيره رفع اللواء للمصطفى في حربه حيدر من غيره كفوا إلى بنت النبي أيا بشر من غيره بلسانه ختم البلاغة بالعبر حيدر نشدوه ما عشنا لولا
كلاهما كنا نشدوهما عشنا نبقى نقول علي بعد الرسول ولي أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد هنيئاً لكل من لهج لسانه حرفاً في حب علي بن أبي طالب. هنيئاً لكم أيها الناشئة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإلى مزيد من المشاركات القادمة إن شاء الله. إعلان: يقام هذا الموسم موسم أمير النحل برعاية كل من القبس الإلكترونيات والكهرباء، نور النور للمواد الصحية، وأبو جابر للعقارات، وكنعان للتجارة العامة. جزيل الشكر نقدمه لمن ساهم في هذا الموسم. يتغنى الشعراء والمنشدين والرواديد في حب علي بن أبي طالب، وكل منهم يتنافس في تقديم حرف بسيط في حب علي، فيقول أحدهم بحروف الهجاء: ألف أهواك أيا حيدر يا ساقينا عند الكوثر، باء باب مدينة علم من يأتيها يأتي حيدر، تاء تكفيك شهادته إنك مولانا بل أكثر، ثاء ثق يا نبض فؤادي عن حبك لا لن أتغير، إن شاء الله ثبات الولاية. جيم جندلت أكابرهم فسل الأحزاب وسل خيبر، حاء حارت فيك عقول حق لها بك أن تتحير، خاء خابت نفس لئيم لم يتولاك أبي شبر، دال دامت راية نصر دامت في كفك يا حيدر، ذال ذللت رقابهم ونسفت الشيطان الأكبر، راء ريحان وزهور عشقك كالمسك أو لا العنبر قالوها. أكيد كلكم تنتظرون الفرقة جاية أو القادمة، طبعا ذكرون رحنا المنامة وين؟ كرزكان والدير. الحين شوي منقرب إلى المرخ، ننتقل إلى قرية عزيزة علينا قريبة منا، بني جمرة، قرية بني جمرة، مع فرقة اسمها عظيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ. نبقى مع فرقة النبأ من قرية بني جمرة ليتحفونا ويسمعونا مدحهم وألحانهم في حب علي بن أبي طالب. نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبارك للأمة الإسلامية جمعا، ولكم أيها الحفل الكريم هذه المناسبة العطرة، ونسأل الله أن يعودها علينا بأفضل حال وفي أمن واستقرار. يعز على القلب أن نرتقي هذه المنصة، وهناك من كان معنا هنا، ولكن هذه الليلة خلف مكانه خاليا، إلا أنه يأبى إلا أن يكون معنا مشاركا فرحتنا وفرحتكم بلمساته وتوجيهاته، وهو مغيب خلف قضبان السجون. إنه عميد الفرقة، خادم أهل البيت، سيد علي الموسوي. نسأل الله العلي القدير بحق صاحب هذه المناسبة أن يفرج عنه وعن باقي المعتقلين. عنوان القصيدة: مظهر العجائب. ألحان فرقة النبأ العظيم، كلمات الأستاذ عبد الطاهر الشهاد. راجين من الله القبول ومنكم الاستحسان لبركة الصلاة على محمد وآل محمد. إجينا بفرحة الميلاد، إجينا بفرحة الميلاد نشارك هالحفل، انسه وننادي يا ابو الشدات، وننادي يا ابو الشدات إلك وسط القلب همسه، يا بحر الجود الممدود، ولا ندري الكرم يكسه، ولا نعرف عن الوالي اسم خادم إله ينسى. إلك خادم يا ابو العباس، إلك خادم يا ابو العباس نذر سنينه حسه، بقى بقيادهم مسجون، ومن عطفك رجى لمسه. وبد ما هو عجيب عليك، وبد ما هو عجيب عليك يا باذل للعدل نفسه، تخلص خادمك منهم يا كل شيء احنا نتنفسه. ترحنا مركب وتايه ولا غيرك لنا مرسى. يا علي يا علي
ودوما تحل بك المشكلة، وناديت باسمك في مضلة علي بفضل أبي الحسنين تنهمر الخيرات، لا تشكو من هم تحنى في ذكر علي هامات الشدات، لا تشكو من فقر وبفضل أبي الحسنين تنهمر الخيرات. نادي يا صاح عليا عند ملاقات الأحزان، ينكشف الكرب وتغشى عمرك رحمات الرحمن، وتوسل باسم علي لله وكن في اطمئنان، والله القادر حتما يأتيك بأمن وأمان. علي يا كل حياتي، علي يا ركب نجاتي، علي حبك يحميني من نار وعذاب، علي يا كل حياتي، علي يا ركب نجاتي، علي حبك يحميني من نار وعذاب. علي
أحسنتم أيضا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولو سمح لنا الوقت نتمنينا أن نبقى مع كل فرقة منكم وقتا أطولا لنشنف أسماعنا بكلماتكم وألحانكم الجميلة، فشكرا لكم. هناك أحاديث كثيرة مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين في حق شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم. إذا تسمحون نذكر بس رواية واحدة على الأقل أو حديث واحد راح يبين لنا مكانة شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم في الدنيا والآخرة. عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: كنت ذات يوم جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب فقال له: ألا أبشرك يا علي؟ طبعا البشارة إلينا أيضا إلى شيعة علي بن أبي طالب. ألا أبشرك يا علي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هذا حبيبي جبرائيل يخبرني عن الله عز وجل أنه قد أعطى محبيك وشيعتك 7 خصال: الرفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم 80 عاما. فهنيئا لنا ولكم ولاية علي بن أبي طالب، ونسأل الله الثبات على هذه الولاية إن شاء الله. نحط رحالنا عند الفرقة الأخيرة من هذا الموسم، من هذه الليلة، المهرجان الأنشودي، وهو تحت عنوان أمير النحل إن شاء الله. مرة أخرى في الخلف، الموجودين في الخلف نتمنى تفضلون قدام في مقاعد في كراسي، وإن شاء الله الوقت ما يطول. الفرقة الأخيرة إن شاء الله معانا، تفضلوا اجلسوا على المقاعد يعني أريح إليكم. قلنا آخر فرقة إن شاء الله ستشاركنا في هذه الليلة. طبعا أنا حاولت أوصف لكم وينه بس ما قدرت، إذا واحد يقدر يوصف زين. إيه وينه؟ سند والله سند. لا الرفاع ما الرفاع قريبا، انتظر شوي بعدين خلاص. واللبيب بالإشارة يفهم. سند بس ما أدري وش أوصفكم، أقول فوانا وش أقول عنكم، حتى أقول أنا هي صح قرية بس بقول عنهم مدينة، نسويهم كبار شوي لأنهم ما شاء الله يعني اسمهم لامع بصراحة. نسمع عنكم كثير الخير الكثير، فنبقى وياكم عشان لا نعطلكم ونعطلهم مع فرقة اسمها حليو بعد. ترى الفرقة فرقة وش اسمكم؟ اتحاد الروح. تعرفون يعني الروح إذا اتحدت تنتج إنتاج عظيم، فإن شاء الله بنشوف الإنتاج عظيم، بس يحتاجون منكم صلوات قوية على محمد وآل محمد. Thank you.
منذ أن فقدت الفرقة منشدها المرحوم حسين محفوظ رحمة الله عليه، أهدت جميع أعمالها إلى روحه، رحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة. من تكونون حتى تستعرضوا أنفسكم أمام أنزع عجز المعصوم عن منافسته؟ من تكونون أتظنون عليا الذي عجزت الدنيا لو عرضت نفسها عليه أن تملك منه خصفة نعل كالمرعى الوبيل يملكه كرسي أو إمارة؟ من تكونون يا من خلف أحفاده أمراء عليكم بأخلاق أغنتهم عن عروشكم المأجورة؟ من تكونون يا من لم تشافوا من صرعات جنونكم إلا عندما مسكم حد ذو فقاره؟ لا والله، لا يملك هذا الأشوس إلا الله، ولا يعرفه إلا رسول الله، وكل ما عدا ذلك مملوكين لزهد لثامه حينما يقترب الفجر. أراه بدا قبلة النخل مصبحا وقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحى، توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا، مشى والبساتين استحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا. أراه بدا قبلة النخل مصبحا وقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحى، توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا. هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن حقيقة شوقا تقرحا، ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا. أيا أمة أذنت لها كل ساقط
وذا ابنها دون الجميع تسرح. هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا. ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا. أيا أمة أدنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا. كم جلسوا أمام النور وما لهم به أصل ولا فصل. حرب كي تلاقوا بعدها ظلوا فلا ضل ولا هم بعده ظلوا. كم جلسوا أمام النور وما لهم به أصل ولا فصل. أحرب كي تلاقوا بعدها بالنور فلا ضل ولا هم بعده ضلوا. شوقا إلي شوقا إلي مدى يدي مدى يدي نبقى بنيك عش بيننا. أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولاي كل بها. لتنثر عدلك الباقي وتسعدها فما بسمت سوى مد كنت حاكمها. أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولاي كل بها. لتنثر عدلك الباقي وتسعدها فما بسمت سوى مد كنت حاكمها. يا حيدار 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 واحكم بنا شوقا إلي شوقا إلي مدى يدي مدى يدي نبقى بنيك عش بيننا. ويمضي الدهر لا تبقى فيه دول عن العدل أراهم كلما سألوا أشاروا للغريب.
النبل علي العدل مهما قيل لن تصلوا يا حيدر 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 نشكر فرقة اتحاد الروح، وبالفعل يعني هم اتحاد وهم الروح، ونسأل الله لهم الموفقية دائما، وذكرهم يعني إلى لمحة من حياة الإمام علي وهي العدل، إن يموت العدل قل مات علي. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا على حب رسول الله. ثالثا بأعلى أصواتكم على حب أمير المؤمنين. فصار القلب بالحب قرينا نشأنا نرشف الإيمان من نبع ولاء وبالطهر سقينا فذاب الحب بالأنفاس فينا تعرفناه بالإيمان مقرونا سواه لا أمير المؤمنين سواه لا أمير المؤمنين
كل مؤمن عقيدة واحنا ما عدنا عقيدة بغير حبك يا علي. إذا أذنني شهد والمحب صوت ردد يا علي يا علي. يحق الكل موالي يرتفع راس عالي لأنه ولا علي ودايم يشكر أمه لأنها كانت تضمه هي تنادي يا علي. روحي بكاس الهوالي المرتضى سكبت مذ كنت في المهد أنفاسي له كتبت. هذا دعائي لمن في نشأتي تعبت لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن. كأس الهوالي المرتضى سكبت مذ كنت في المهد أنفاسي له كتبت. هذا دعائي لمن في نشأتي تعبت لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن. حب الوصي وغذتني في اللبن. علي للجنان طريقنا الأوحاد ولا درب تعاقبنا سواه. فأبواب الجنان بلا مفاتيح إليها غير مفتاح هواه. فآمنا وأيقنا به حبا لنا بالذكر أو اخترناه عن وعي ولا لن نرتضي دينا بلاها ولا لن نرتضي دينا بلاه. تخيرنا بإرادة نهتف باسم شهادة ولي الله علي. يحصننا بحشرنا لو في معبرنا عثرنا ننجب ولاية علي. إذا بهن سألنا حب علي هو عملنا لنا كافي حب علي. تربينا على حبه كل محب يشكر ربه لنجعل حب العلي. حبي عليا بيوم الحشر يرفعني ويفرش الدرب لي للجنة العدني. شكرا لأم به كانت تقمطني وكان لي والد يهوى أبا حسني. فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني. حبي عليا بيوم الحشر يرفعني ويفرش الدرب لي لجنة العدن. شكرا لأم به كانت تقمطني
وكان لي والد يا وأبا حسني فصرت من ذي وداه وأبا حسني فصرت من ذي وداه وأبا حسني